عليكم ورحمة الله. لو تسمعونا نعمل الاختبارات الأولية، من أنكم تكونوا سامعيني، والبروف حيتداخل الآن إن شاء الله. وشكرا على صبركم. وأولا البروف يعني برضو زمنه الغالي، وكلكم إذا أنتم تعبانين فهو تعبان أكثر، ما دفاعا عنه، لكن ربنا يوفقنا جميعا. كتر خيرك بروفيسور عبد الله التوم، الفلور معك والويبينار أونلاين معك، تفضل يا بروف. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، إن شاء الله هنتكلم عن الريكويرمنت مانجمنت. ألو، تفضل يا بروف، أظن هم سامعين. أظنهم سامعين يا بروف، تفضل. تسمعني يا بروف؟ التحريك بتاع السلايد يا عم محتس. تحرك عادي. أيوه، ما حركت عندك؟ تحرك عادي، يمين شمال، بس كله اوكي يا برو. مش مستخدم ماوس انت؟ طيب، تفضل يا بروف. السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا اليوم عن الكويرنس مانجمنت. The learning objective by the end of this lecture, participants should be able to define the term of occurrence and describe essential quality monitoring tool and definition to preventive action and remedial action and corrective action, and describe relation between the preventive action and risk management practice, and define and describe roots cause analysis. إن شاء الله حنشوف يعني كيف نحن نتعامل مع الـ الحوادث اللي بتحصل مهما كانت. إحنا حتى لو حاجة بسيطة، lost of sample برضو حادث، حتى لو فقدنا عينة، فقدنا بعض الحاجات اللي بتحصل هنتكلم عنها، وهنتكلم عن الإجراءات الوقائية والإجراءات التصحية اللي بنقوم صحيح بها، وهنتكلم إن شاء الله عن عملية الإصلاح. يعني في إجراءات الإصلاح، في عملية الإصلاح إذا تمت ولا ما تمت، remedials actions. وحنشوف إن شاء الله يعني كيف نحن نحلل roots cause analysis، نعرف كيف المشكلة نصل لها وين، يعني ما دائما قبل ما تحصل. Quality management system this is contains سيناريو هنجي له في النهاية بعد ما نشوف اللكشر. Laboratory cannons and consequences. Consequences that include delayed incorrect diagnosis. لما تحصل مرات في تأخير في ال incorrect diagnosis. Unnecessary treatment.
treatment complication, pattern other contamination discovered. Problem solutions require 6 months of investigation and contact. More than 200 patients may be requiring culture, X-ray, and re-examinations. يعني في حاجات نحن لما يكون في حاجة خطأ في المعمل أو حادث نحن نسميه هذا في نعمل في توابع بتجي اللي هو delayed incorrect diagnosis يعني في نتأخر في كونه نصل للتشخيص الصحيح للمريض if مثلا في miss identification of the patient مثلا في نتيجة طلعت خطأ في lost of sample في others areas كل الاريز هي بتدينا في انك بنتاخر في الدايجنوزيس او ان نسيسري تريتمنت وتريتمنت كومبليكيشن بتكون فيها اثر مضاعفات و sometimes مثلا اثر كونتامينيشن ممكن يحصل كونتامينيشن برضه تيز اوكيرز بيحصل في اللابراتوري بروبلم ري سولوشن ريكوير 6 مانز انفستيجيشن sometimes بتحتاج لاثر انت لو حسبتها من ناحية بتاعت ايكونوميك دكتور يعني انت كتبت مثلا ما عنده كده ما عنده كده نيجاتيف فور كده او حصل في اي ميكس دايجنوزيس بيحتاج لاذر انفستيجيشن او ري انفستيجيشنز ريفيشن ذات لابراتوري بروسيدير ارديكيتد ذات ذا بروبلم لازم نصلح هذا الايرور لابراتوري كوست ان تايم energy, money, personnel, and patient and outcomes. الايرورز بتكلفة cost, time, مكلفة زمن, مكلفة قروش, مكلفة طاقة, مكلفة اهدار لطاقة البرشنيل الشقالين, اهدار لل برضو البيشن ما outcome. What is an occurrence? Any event. Infants has a negative impact on organization which should be include personnel and product and equipment or environmental. أي شيء بيحصل في المعمل بدينا تأثير سلبي في الهيئة سواء كان على البرودكت سواء كان على البرسونيل سواء كان على الاكويبمنت سواء كان على البيشن سواء كان على الانفيرمنت ممكن يعني مثلا يحصل حريق داخل المعمل حادث عليها داخل ممكن يحصل بليت مثلا بريك يعني ممكن دكتور حولي في السيفتي بورد يكون من تحصل كالشر او ميديا يحصل لها سبليتشين لابراتوريز يحصل لها انشلاق تحصل كونتامينيشن بتحصل وزر كلها غير الايروس بتحصل some commons laboratory occurrence معظم الحاجات اللي بتحصل ممكن الناس يحتاج على patient identification areas تعريف المرضى مريض الاسم lost sample نفقد السامبل sample delayed in transit تأخير السامبل برضو هي حادث ممكن يكون emergency sample we needed مثلا for others test حصل له تأخير contaminated samples okay give false result wrong test performed test عمل على طريقة غير صحيحة test performed in consistent with written procedures أول ال procedures اللي نحن شغالين على SOPs ما مكتوبة بصورة صحيحة provisional test errors في خطأ في ال 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 external quality control program نحن شغالين به خطأ no action on out of the rate controls إذا كان إحنا ما اشتغلنا بأنه والله عينتنا دي قارت out of control وصلنا في شغلنا في ال تنكون دوردو false negative result false late reports missing reports الناس قالوا يفتكروا حتى النتيجة لو اتأخرت برضو لو كاتبة صورة كده حتى بالنتيجة مفهومة برضو ده بنعتبره occurrence complaint برضو laboratory accident
نيرمسيس دي كلها من الحاجات اللي نحن تحصل لنا دي اكثر اشياء بتحصل. ممكن تقريبا في السودان عادي جدا مرات تحمل لص اوف سامبل يقول لي عليك الله يجيب لنا عينه ثانيه او بيشن ادفكيشن ايدورز تلقى حتى الفورمه جات من الطبيب هي المريض شال الفورمه دي بتاعت بيشن ثاني وخش بيها حتى وباسم تاني دخل وانت شلت العينات بعدين داك شال شلت العينات من واحد مشخص على اساس انه مثلا عنده ملاري وعنده اذر والتاني مشخص بانه طريقه تانيه وده طلع النيجاتيف فالدكتور حيمشي في لاين اذرز. الكومون كوزز اوف ذا اريورز الاسباب ذاتها اللي بتدي لحدوث الخطا شنو؟ individual responsibility unclear. دائما الجوليات مين هو تيك سامبل هو سنت سامبل هو ريجكت ذا سامبل هو اكسبت ذا سامبل نو ريتن بروسيديرز الطريقه اللي احنا ما كاتبين كيف يتعامل مع العينات كيف هاو تو بي تيك ذا سامبل هاو تو بي بريبير ذا سامبل هاو تو بي دو ذا سامبل ريتن بروسيدير نوت فولويد sometimes البروسيدير بتكون مكتوبه دي احنا خاتين البروسيدير مثلا بتاعت كيتس نحن جبناها من هيومنز وخاتينها كاس اوبيس والكيس جه شغال بيها مثلا هي بريجنز بتاع شركه ثانيه وبدا يشتغل بيها بتحصل برضه وما عملنا لها فول اوت او اذر حتى تريننج نوت دان اور نوت كومبليتد يعني اذا كان ما متدرب الشخص على الجهاز او على البروسيديرز برضه بتحصل ترانسكريبشن ايريورز تشيك not done also sometimes حتى لو دارين نقول النتائج يمكن يقولوا خطأ test kits not stored properly ال kits إن إحنا ما حفظناها بصورة البروبر في درجة حرارة معقولة حصل لها damage حصل لها أي حاجة إحنا بدينا نشتغل بها أو deterioration هي ما كلها معظم الكيتس يعني قريبة 70% أو أكثر كلها انتيجين انتيبودي رياكشن اور انزيم اور اذرز وكلها بروتين وكل البروتين بتتاثر بدرجه الحراره لما ترتفع او كده اورسو كيسن كواليتي كنترول اور انترنال كواليتي كنترول نوت بيرفورمنت شخص اللي عنده كيسن كواليتي كنترول اللي عنده انترنال كواليتي كنترول كيف انا يعني احتمل نتيجته هاو كيف انا احتمي نتيجته الكوميت نوت بروبرلي منشنت الكوميت ما تلقاها يعني برضو يعني ما مصيونه بصورة صحيحة ما مراجعة ما عمل الا بريفنتيف يعني مينتنس عشان نشوفها دي يمكن يعني ده سمرايز للاسباب اللي بتدي للاخطاء احنا قلنا ديك الاخطاء اللي بتحدث ودي الاسباب فعلا انت لما ما يكون مزولية بيجي في الميسنتيفيكيشن بتاعت السامبل والايريوس اللي بتحصل لوس اوف سامبل دي كلها انه ما عارفين المزولية ما واضحه لنا البروسيديرز طيب ايريور كان بي اوكير ثرو اوت ذا تيستينج بروسيس الايريوس ممكن يحصل لنا يعني pre-examination phase or examination phase or post-examination phase في ال pre-examination phase في ال patients سواء كان preparation of the patient test selection sample collections و sample transport في ال laboratory analysis ذات في examination phase في technical diamond ده technical problem اللي بيحصل هنا البري اكزامينشن دايما في الريبورت كرييشن هو الريبورت ترانسبورت او ريزلت انتربريتيشن هاو تو بي رايت سيس ريزلت هاو تو بي يعني سام تايمز يعني في خطا ممكن انت تكتب زي ما قلنا انك انت دار تكتب مثلا 50 50 مثلا بوينت 5 ملي جرام بير ديسيليتر مثلا ديفيشن هو هايبوغليسيميك يعني مثلا هو اندر تريتمنت اوف انسولين هنا هنا الدكتور بيشوفها زي ال 505 يعني should be avoid a decimal point
انترات جلوكوز عن يوريا عن كوليسترول، انك تبي افويد الارقام زي دي. طيب نجي نشوف البريكزامنيشن ايريوس بتحصل دايما. بيشن تيست سيلكشن سامبل كولكشن، في اكزامبل ليها ذا رونج سامبل كولكتد، احنا شلنا السامبل خطا، افترض نشيله في فلورايد لبلاد جراكوت، شلناه في 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 مثلا في في ايديتا، بعدين نعمل كالسيوم شلناه مثلا في ايديتا كالتينج ايجنت وهكذا. السامبل شلناه نوصف فيشن الاماونت مثلا مع ال مع ال كل الـ مع الـ مع الانتيكواجلانت مثلا، قال ليش شلت تومل شلت سريمل برضه بتحصل. سامبل مس ليبلنج ان ليبلنج برضه السامبل، نحن اذا كان ما عملناه الليبلنج بتاعه وحاجه بتحصل. سامبل ستورت ان بروبت ليب بيفور تيستينج، برضه نحن حفظناها قبل التيست في في يعني ما بصورة صحيحة، خليناها قاعدة ساعتين في ثلاثة في درجة حرارة مثلا كم و30 بتحصل، او حفظناها في حتة ما يعني not acceptable. sample transported in proper lab برضو، يعني احنا في sample بيجي من الـ من الـ من العنابر، ممكن تكون فيها serum bilirubin مثلا هي effective direct to sunlight should be effective. reagent or the test kits damaged by improper storage، برضو اذا كانت الرئيه تسوي كيس ان احنا شغالين باول محاليل بيحصل لها دمج انها من سوء التخزين. البوست لا سوري examination errors اللي هو laboratory analysis examination phases، this is include example establish الالغوريزم not followed، احنا دائما يعني بيكون عندنا بعض الحاجات البروسيدر السكات بينها اول بتكون فيها اشكاليه، incorrect times of the test. يعني fasting not fasting برضو بيعتبروا خطأ incorrect time of the test مثلا. sometimes بتخش فيها incubational period of the times مثلا برضو بتخش فيها. result reported when the control result out of the range. I give you sample like this. blood glucose high more than مثلا than 300 ولا كده ولا هاي الصوره دي، و يعني جاني مثلا 200 250، هنا الرينج بتاع ال 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 الكنترول سيرب بيحدد لي حتى اللاينيرتي بتاعتك، يعني بالذات الاب نورمالز اذا كان ما اكسبتبل انا ما 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 وكان بي ريجكت الرن. هنا يعني في سمستر 2 ان شاء الله هنعرف امتى احنا ريجكت الرن. ريجكت الرن اذا كان في مثلا ذا سامبل اوف كوره كنترول مثلا اوت اوف ال تو ستاندرد ديفيجن مثلا او ثري ستاندرد ديفيجن فوق، او تو سامبل بتوين التو ابوف التو ستاندرد ديفيجن اللي هو ده محتبر سيستماتيك اريور اور، وهكذا الشوتر دايما عينات بتصل لها شوتر. عشان كده اذا كان ما اكوردنج تو اكسبتبل ريجن بتاعتي انا ريجكت الريزلت وريجكت السامبل، بعد ده ما بعمل ريبورت للريزلت. امبروبر دايلوشن ambibating sampling or reagent. Sometimes the microbiota اللي احنا بنستخدمها دي لازم تكون هي carbureted، لان هي بيشيل لنا فوليوم 0.01 او 0.02 او 1 مللي كان حصل فيها بيحصل لك انت لو بنعمل لها تشيك sometimes، بالذات الناس اللي ممكن الاوتوميشن ريديوس الاريوس بتاعت التكنيكال كثير جدا، لكن المانيوالز sometimes بيكون انك انت اتنايت شغال مانيوال، يعني ما ممكن تشغل لك فول اوتوميشن وعندك عينه بتاع درج جلوكوز وكده، فتضطر تشتغل بالاوتوماتيك ببيت، بالذات في تكون تاكد من انه الفوليوم مومل ولا لزان مومل لو في دايلوشن لو هكذا. reagent stored improperly of use after الاكسبيرينس سام تايم
في ناس بتفلسف بيقول لك والله يا اخي الاكسبير ديت ده، لكن لازم تبي شك حتى قبل الاكسبير ديت، ممكن يحصل لها دمج اذا كان احنا حفظناه بصوره غير صحيحه. البوست اكزامينيشن ايريورز اكزامبل لها ترانسكريبشن ايريورز ان ريبورتنج، سام تايم حتى النتيجه الناس بنقولها خطا. ريبورت اللي قبل برضه ريبورت سنت تو رونج لوكيشن، انا دار اعمل النتيجه دي لبيشن نزلتها لبيشن تاني، او وديتها ل موديها الاوبس، وديتها الجراحه، وديتها كده برضه بتحصل. ريبورت نوت سنت، النتيجه انا كتبتها وهي فيري مهمه جدا، اشتغلتها بصورتها الصحيحه لكن ما رسلتها. بالذات الناس اللي في الهوسبيتال يا اخوان، الناس اللي في المستشفيات، يعني النتيجة لو جاتني مثلا هايبو هايبر جلاسيميك، اوكي improper storage of reagent in examination or examination earlier. نرجع لك للسلايد. طيب improper of dilution this is about pipetting of the sample or reagent. Reagent is stored improperly or used after expiry date. أنا استخدمتها هنا ما بيكون التكنيكال اللي عندي. هنا ما بتديني نتيجة، خلت تكنيكال ايريورز بتديني نتيجة، ده الخطأ بتاعنا، أنا ما شفتها، أنا ما عملت لها تشيك. هي ما بتصحب لك اصلا، انت عندك كنترول، عندك انترنال كنترول، عندك كاربريشن، عندك لازم تتاكد من الريجنت هل هي فولو ونفرت بتديك اكزامينشن ايريورز. البوست اكزامينشن ايريورز اللي هو اتكلمنا عنها قبل شويه، قلنا مرات انك تتابع انك بتنقل النتيجه في الريبورتنج، شفتها نقلتها غلط تقبل الريزلت ورسلتها للجهة الخطأ، أول عين أول نتيجة إنك تزاتك بعد ما اشتغلتها بصورة صحيحة لكن ما رسلتها. مهم جدا إنك تبي سنت، ليه؟ لأنك أنت بتكون فيري، يعني النتيجة مرة بتكون محرجة أو داير إنك داير لا أكشن بسرعة، يعني إنك أنت مثلا زول عنده مقعد فراكشن، عنده مثلا محتاج إنك لا تودي النتيجة بدري عشان إنك تبي أفويد الأذر كومبليكيشن. طيب consists of the laboratory areas. طيب بيحصل شنو مرات improper عندنا مثلا inadequate of inappropriate patient care. والله لغلط، يحصل انه تدي وفاء للمريض بالمناسبة، يعني improper of public health action in detected communicable disease outbreak. يعني بدي نحن والله حتى الأمراض المنتشرة بيحصل لها outbreak ما نقدر نعرفها. wasteful of resources، احنا بعد ده إهدار للمال، إهدار للوقت، إهدار لكل شيء، يعني إهدار للوقت، إهدار للمال، إهدار يبقى ده دائما في laboratory areas. شوف بيشوف حاجة بسيطة ممكن تؤدي للوفاة، ممكن يحصل لنا اوت بريك نحن ما نصل للتشخيص بتاعه، وإضافة لذلك إهدار للوقت وإهدار للموارد. عندنا سايكل، this is cycle current cycle awareness يعني تفكير لما يحصل لك الخطأ في المعمل انك انت لازم تفكر يا ربي ابلغ السينيورز كومونيكيت انفستيجيت علي نشوف كيف نصل نفحص
نشوف نشخص وين الخطأ حصل، بعد ده يكون الأكشنز. أكشن، الأكشن يعني الفعل اللي حاب نعمله، شنو صحيح الخطأ ونكتب في البوليسي بتاعتنا انه عشان تبي افويد. مثلا اديك مثال بسيط، انت بتشوف خطا بسيط، لكن لو سعنا من انه مثلا والله بيحصل ديليت، في تاخير في العينات مثلا اللي بتجي من العنبر، عشان كده لازم اوري مسؤوليه منو بيجيب العينه ومنو بيصل. لما انا احددها واكتبها بكون هنا، انا هنا انهيت الخطا، انا هنا انتهيت من الخطا. لما تكون كتبت الريسبونسابيلتي هو بيكولكت السامبل او كده، او لما دايما الخطا انت البريفنتيف اكشنز، انك انت الخطا بتجدها تخط في الاجراءات الوقائيه بتاعتك وتخط في البوليسي بتاعتك كستبس. يعني انت بيحصل لك ده المونيتورنج او الديفولبمنت بيحصل. الكوركتيف اكشن الاجراءات التصحيحيه اللي انت بتقوم بها، وبعدها الريميديال هي عمليه الاصلاح. عشان كده نحن الخطر بيحصل ده بنخطه في راسنا، بنخطه كستبس تو بي افويد. يعني اديك مثال، يقول لقينا بعض الناس ما قاعدين يشتغلوا مثلا، حتى في البروسيدر قاعدين نحن بروسيدر مثلا ميجرنج فور كالسيوم مثلا، وهو زول ما عنده مشكله، هو زول جديد ما عارف حاجه، لقيناه سام تايم بياخد العينه في فلورايد مثلا، او يشتغل او ياخدها في رونج مثلا، ما قاعد ياخدها، بتحصل لنا طبعا كده تنهيج او الاترس. بعد ده انا بكتب مثلا سامبل شود بي كولكتد مثلا الهيبرين او سيرم، not avoid مثلا to collect sample in مثلا anticoagulant of sodium citrate او كده كده. لازم اوضح يعني، لازم اوضح how are occurrence detect، كيف نحن يعني نشوف ان الحدث او الشيء بيحصل ده نحدده كيف ونصل له كيف. هي طبعا مانجمنت ريفيو، مراجعه عندنا كاستمر ساتسفاكشنز، اذا كان الزبون راضي عننا والله نحن يعني برضه هو الزبون ما راضي يوريك الخطوين. مونيتورينج كومبلينت، دائما نحن للاخطاء او الشقاء بنحاول نعمل لها تصحيح. انترنال اوديتس، الاوديتس او الاوديترز اللي هو المراجع الداخلي اللي هو يكون من المعمل بيجي يراجع. نحن قلنا الانترنال اوديت ده دائما هو يكون عارف الستبس بتاعت البروسيدر، وبنفضل دائما ما يكون اذا انت في معمل ديبارتمنت اوف كلينيكال كيمستري مثلا، تجيب لك زول من الهيماتولوجي ومن الهيماتولوجي او من الكيمستري توديه الهيماتولوجي، ومن المايكرو تجيبه الكيمياء، بس كده يعني تحاول تو ديفرنس، وبتديه الاس او بيز وبتديه تقول له عليك الله اعمل لي ريفيجن مراجعه للمعمل ده من السامبلينج حسب البروسيدير والاس او بيز المكتوبه عندك انت في المانوال بوك. هو بيجي براجع مثلا، راجع والله شاف الناس بيعملوا كولكشن السامبل بتاعت البرج والقوس في هيبرين، على اساس انه يقول والله احنا ما بنتاخر بنعمل لها سنترفيوج ويز فيو مينيتس ان افتر ذات تو بي، بتخش المعمل بيشتغلوها سريع، ما بتحتاج انها نشيلها في فلورايد مثلا. ده هيكتب لك واحد دي ملاحظه او واحد اثنين، طبعا عنده الراوند تايم برضه العينه مشيت اتاخرت وين بيعرفها. ثلاثة مثلا بيشوف البروسيدرز المكتوبة مثلا حتى في الهناية، حتى لو كانت اوتوميشن بعين في الاوتوميشن مكتوب شنو تو بي ستارت تو بي كلين تو بي وات شود بي دو وات شود كده، كل الاستبس دي بعين، هل انت متبع الخطوات الصحيحة عشان تحصل على النتائج وهكذا. دي ده الانترنال اوديت، وبوريك الاريور ده انك انت عندنا ثاني الاكسترنال اوديت اللي هو انا بجيب شخص يعني خارج ده، بعد انا انه صلحت شغلي اجيب زول بروفيشنالز من انترناشونال ايجنسي تو بي تشيك، راجع الشغل بتاع المعمل.
عندنا external quality control او external quality assessment و ال PT professional test اللي هو انا should be participate in external quality control also. و ال external quality assessment هو نوع من نحن نعتبره نوع من ال external quality control اللي هو sometimes يعني انا لو تكلمت عن الكيمياء صح بتكلم عن الكيمياء انه تخصصي بترس العينات لكن ممكن اتكلم لك عن الـ عن الـ عن الجسم مثلا الباراسايت انا شود بي كولكت اول تيوبركلوزس سلايت انا لازم اشيل العينات البوزيتيف واشيل جزء من العينات النيجاتيف اجيبه اراجعه في المعمل السنتر بواسطه ناس يعني ناس ذو خبره وذو نولج يعني اكسبير الاكسبيرينس بتاعتهم هاي بعد ذاك يوريني نسبه الفوس بوزيتيف والفوس نيجاتيف انا بشيل العينات النيجاتيف والعينات البوزيتيف راندملي تو بي سيلكت يعني دي برضو تديني اذا كان في اشكاليه في الاستيننج اشكال في الاشكاليه في التوبوزيت اشكال فيها في الداينوس اشكال في التريننج بعمل في حاجة تانية حاجة يعني ده بيسميه البلانت تشيك يعني ده حاجة انك انت بتعمل هيك في حاجة انك انت بترسل التيم ذاته بالذات للرورال اريا مثلا المستشفيات زي بودليج المستشفيات الطرفية في الريف بترسل لها ناس يعملوا اسسمنت من السامبلينج لحد الريبورت اوف ريزلت انك تو بي تشيك. طيب يا كواليتي انديكيتورز عندنا لا الشيك ده دايما ما تكنيكال حتى في الـ في الريسبونسابيلتي في البورسينيل في كده بيكون عندك انديكيتورز اجابات بيس اور نو يعني اس اور نو يعني اس اور نو مثلا بشوف لا 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 الستاندرد ده مكتوب بيواص يعني هل فيه اجابات يس اور نو بتجمع بتشوف زي كوتشينير يعني او زي تشيك ليست انديكيتورز او صدا انديكيتور برضو عندنا سيكينج الاو اف اي اس اللي هو اوفيس فرنشنج ذات كونتينر سولوشن يعني حاجه زي المكتب او زي شيء تخصصي في انك يشوف لك المشاكل الداخليه حل لك يعني انه يكون عندك بواسطه البرين ستورمينج في تلم الناس بواسطه انك تلم المجموعه انك تشوفه الاكريتيشن سيرتيفيكيت مثلا انت برضو اذا كان انك انت دار تعتمد المعمل ده تخلي معملك ده معتمد بوصو ده الاكريتيشن سيرتيفيكيت برضه بيساعدك في انك تكتشف الاوكيرنس. طيب انفستيجيشن ستيبس انفورميشن جيزرنج ذات ثرو ذا انفستيجيشن روت اوف كوز اناليسيس يعني انا لازم تكون عندي خطوات لانه اعمل اناليسيس اشوف الاسباب التي ادت لحدوث الايريرز او الخطا في داخل المعمل ما افوت الشغلانيه ساعه سواء كان بواسطه الحاجات اللي قلناها الاوديترز التشيك ليست الاذرز كواليتي كنترول انترنال اكسترنال كواليتي كنترول root of cause analysis structured investigation that focus of identify is professional test هي external quality control just like the chemistry بترسل العينات بواسطة international agency بتقول لك اشتغل حسب الروتين بتاع العينات يعني ده الاسم بتاع external quality control. طيب root of causes analysis structures investigation that focuses on identify underlying true causes of occurrence. Every cause has been deeper reasons. For each occurrence,
seek five levels of explanation, asking why before being satisfied, ask it to the true roots of the causes. لماذا حصل هذا الحدث؟ يعني احنا عندنا يعني الانفستيجيشن ده انك حصل وين وين وليه. طيب انا اديك روت كوز اناليسيس اكزامبل لما يجي ترانسفيوجن رياكشن حصل رياكشن ترانسفيوجن رياكشن بلط ترانسفيوجن رياكشن. طيب واي ليه حصل؟ واي انا عندي ممكن يكون بلط جروب wrong given cross matching sample miss labeling. عارفين ما انت ممكن cross matching السامبل جاتك دي جاتك مثلا زول فصيلته كده فصيلته او او اي بي تو بي اكسبت اي حاجه حتى الفصيله دي لكن بتاع كروس ماتش ما بتحصل يمكن. لكن ده كروس ما يعني في سامبل في كروس ماتشنج السامبل نحن عارفين ان الكروس ماتشنج انك انت بين الدونر وبين البيشنت لكن العينه بتاعت البيشنت ممكن حصل لك فوكس مس النيرسنج الشهر هناك كتب لك كروس ماتشنج بناء على انت لما جاتك وعارف بلاد جروب بتاعته وانت اشتغلت خطا سامبل نوت ليبرت as a bedside. يعني هو ده بتحصل بيبقى انه two patients collected sample taken to nursing station city of the sample. يعني بتحصل دائما. انا حديك مثال بالمناسبة يعني كويس انه اليوم ده اللي كان ينقر كده واشتغلت مع العرب ده في مستشفى سنتر ودوني بنك الدم ودوني بنك الدم المريضة اسمها مبروكة لسه طبعا العملية دي لها قريب 20 سنة طبعا احنا ما ناس صغار يا معتز اسمها مبروكة مين كده ربا الاسم ثنائي واحد ديك برضو اسمها مبروكة الاسمين واحد. طيب وواحد يأثر راغدة في جراحة نساء وواحد راغدة في ال الو ليش شباب يا بروف روح قلت شباب يا روح قلت شباب يلا لا واحد راقده في ال في ال في الاوبس في الولاده هذه والاثنين داري لوندون واحد فصيلته واحد فصيلته حصل ميكس في السامبلينج اللي هو كروس ماتش ميكس سامبلينج لما رسلوا العينات يعني الكروس ماتشنج اشتغلناه وما في رياكشن لانه شنر الدم بتاع الاو المريضه اللي كانت في فصيلتها او ادينا لفصيلتها يعني وهم خرجوا شالوا دم الاو ودوا للاي وفصيلة الاي وحصل رياكشن طبعا وحصلت مشكله. والحاجة الظريفة الطبيب انه كان مصري الطوال يخاف من العرب والحكاية دي قام نادى الكوبيشن او عمل مشكلة قال الجماعة دي نقلوا دم فوق فيروس على حشر رياكشن جدي ذات المستشفى سألوا قالوا كيف حصل رياكشن وهناك بتاع انا قلت لهم يا اخي كده هي ما في مشكلة نشوف هنا قريت وقال الدم ده نقلتهم كيما دم فاسد جبت لهم الجزايز عشان احنا نقلنا البطل رقم كده وكده وكده اتش اي في نيجاتيف في دار ان نيجاتيف في هيباتيتس نيجاتيف كل الفحوصات نيجاتيف ودي السامبل بتاعتها وكان عملوا لها تشيك. طيب في النهايه قلنا لهم كده يعملوا لكم كولكشن للسامبل ورونا المرضى لقينا انه حصل المشكله كانت من النيرسينج وبرضه البلط يعني هناي والمهم المشكله كانت اتحلت. ده هو يعني الحي الكويس انه احنا وصلنا ليه الروت كوزز اوف اناليسيس ده مثال لها وهسه انه كنتوا لازم تصلوا اي خطا ويحصل بالمناسبه. طيب اوكيرنس مانجمنت ايفنت ذات يعني بتحصل ليرن فروم ذا ايفنت اند افويد ات ري كرنس
لا دايما يعني المشكلة انه يعني بقول لك المشكلة مش انك تخطأ، وانا بقول لك والله لما لو ما وقعت في خطأ ما تتعلم حقيقة، بوريك. ولما تضغط تعامل فشل ما تضغط تعامل نجاح، دي من الوصايا طبعا. يعني انك انت الاخطاء بتحصل دي نحن to be correct corrective action remedial action عملية الإصلاح address situation and consign ذات بتحصل لها والتوابع بتحصل طوال أنا بصحح الخطأ preventive actions see potential events that plan to avoid it. يعني طوال نحن الخطر وقعنا فوق ده معناته قصة ال اي بي جروب ده طوال احنا والله هنعمل ريجكت لان سامبل ما يجينا مثلا ليبروت مع البتاع ما مكتوب فوق الاسم بالواضح ثلاثي ولا وهو من الجهه اللي فيها مثلا هو مثلا اوبسن جايني مثلا جراحه ولا ولاده ولا كده، وان الاوبس ذاتي فيها واسهام متشابهه كثيره. ده بخطه انا طوال بريفنتيف اكشن ده الحاجه دي بخطها في الاجراءات الوقائيه دائما بحطها بعدين في البلان بتاعت تبقى افويد عشان ما يحصل لي ريكرنزات للاكت للوكيرن او للمشكله اللي حصلت دي تاني تترد لي تاني يجيني. طيب الكورنز مانجمنت بروسيس استابليش ذا بروسيس تو ديتكت بروبلم عاده 1 احنا بيحصل لنا طبعا شو البروسيس تو ديتكت البروبلم ده لوك فايندينج ان اكشن investigate causes of analyze information حدد الخطوين take appropriate actions الفعل اللي انا بعمله to be correct حتى لو انا وديت شعرت بانه والله ماشي بلط بالخطا لازم الحقه حتى لو ادخل العمليه اوقف to be stop حتى لو كانت الفصيله بتاعت هذا المريض كانت ايه والفصيله او دارين نقول له الدم ومشي انا برضه بوقفه صح ما بيحصل رياكشن مونيتور تو بي ري كوينج ذات بروبلم ما يحصل له تاني دي كانت الايرور تايم يحصل بروبلم بروفايد انفورميشن تو اول نيدنج ات. نحن دائما بنشيل كل الحياة اللي بتبقى لنا انه زي الرسالة مزج معلومة انه ثاني نحن بنحتاج لها وما تحصل الخطأ يتكرر طبعا. طيب في كلام كده انا يا ريت السلايد دي زي تجاوبوها لي، يعني كل واحد شغال في معمل في السعوديه وفي اخطاء انهم بتكون ياكون او بعض الاشياء. طيب what about your laboratory list the five most common errors occurring in your laboratories. كلكم واحد في معمله اشتغل في القصيم واشتغل في جدة وفي مكة وفي المدينة different area في سعودية عربية should be what تجاوب لي علي على كده what command action did you take to addresses immediately to conscience بالراحة كده جاوب لي عليها شنو الإجراءات اللي عملتها في عملية الإصلاح والتوابع اللي حصلت له what measures that could be you bit put in the place to be correct the problem and prevent the recurrence and what how did you document the problem and action هل عملت and can you look for some or common procedure to seek that improvement problem presentation. يا ريت كل المجموعة المهم أنا بعد نهاية النادي برسل لكم بتعدد في شكل assignment 1 و 2 يعني الناس ما تنسى عشان ما الناس ما تنسى لان دي انا بكون أرى. لكن كل دول حته حسب الشغل فيها يعني جاوب لي في ناس في اخواننا في ناس الخطا بتاعهم دائما يكون في المس ايدنتيفيكيشن اوف ذا بيشنت في ناس الخطا بيكون ممكن فاضيين عليكم سعودي قاعد في السامبل جايبينه من مناطقهم بتاعت الرعي ديل وقاعد مثلا هو بيعمل بريشر او كولكشن للسامبل ما في ناس كده بده يكونون وتبقى يشيل لك ساي يشيل بتاع الهبارين يدخل فوق ودي اللي بتاع الناس اللي ما عارفين الحاجات دي. المهم انت اكتب علينا نحن ان شاء الله تكون بتكون يعني سريه ما في ظبط طلع عليها ما تخافوا.
ده summary employees that active process for occurrence that management take positive approach and try to detect the problem early to take immediately remedial that and corrective action and seek that opportunity to identify potential error this to prevent if that its occurrence and keep good record of problem investigation and action take. اي زوج شغال في المعمل اخوانا بتحصل له اخطاء، لكن احنا بنقول يعني دايما يكون انك انت الابروش بتاعك يعني اول الاداء بتاعك لتصحيح الخطا يكون ايجابي وتحدد البروبلم وبعدها تعمل عمليه الاصلاح له وفرصه انك تتعرف على الاريورز بتحصل وانك تحاول تتفادى هذه الاريورز اللي بتحصل ما يحصل لها مرة ثانية. ولو كان عندك ريكورد أو to keep this والانفستيجيشن والطريقة اللي عملت بيها لها راجعة دي مزيت the difference between the quality money laboratory and this will be no system in places that the quality laboratory detects the problem investigated and take actions. تقريبا المحاضرة هي صغيرة جدا، نرجع للسيناريو برضو تبعنا. اللي هو 83 years old man male admitted to hospital عنده fever weight losses cough being investigated possible tumor and he has sputum culture then the nasal microbe in NASA was reported positive for tuberculosis but on later review it was found to be false positive. Further investigation found 14 additional patients with be false positive tuberculosis culture report. السيناريو ده بالله عليك الله زول بعدين بتاع المايكرو اكتب لي بتاع المايكرو شوف لي بعدين يتعامل معه كيف. طيب شكرا. نمشي لمحاضرتنا الثانية السامبلينج أو السامبل مانجمنت. اللي هو نحن دائما طبعا الساعة عملية السامبلينج بالنسبة لنا very important. Most of the areas here دائما بتكون pre-examinations كل areas أغلبها صاحبنا في pre-examination learning objective by the end of this lecture activities participate will be able to be name sample collection areas that could be lead to be incorrect laboratory examination result list of contents that should be included handbook designed to be for people who collect sample of sites and provide a rationale for rejecting and diamond reject sample rejecting criteria unsatisfied sample describe a system for sample handling including collection transport storage and disposal explain the importance of maintaining sample integrity of ensuring that all regulation and requirement are met when transporting sample. احنا ان شاء الله بكل الاوبجيكتيف دي السيناريو حنجي عليها ونعرف الحاصل شنو. The result of any laboratory examination is only as good as the sample received in the laboratories. معلش يعني الشكل البيض يعني لما يكون مخطوطة بتحصل له بروك أو لما يكون مخطوط في القفص بتاعه بيختلف إنك تريسيف السامبل بصورة البروبر يعني ما يحصل لك لها أي مشكلة. Good sample management essential to accurate laboratory diagnosis. دايما يعني المعمل بيحتاج لانه والله سامبل ماخوذه
دايريننا في هيبرين في هيبرين، دايريننا في فلورايد في فلورايد، دايريننا في ايديتا في ايديتا، دايريننا في ستريت، وهكذا حسب التيست. كوجيشن تيست، سي بي سي، ليبيد بروفايل اور ليب فانكشن تيست اند اذرز اسسشن تو اكيوريت لابراتوري داينوس انفلونس يور بيتك داي ديسيجنز. لها تاثير جود سامبل مانجمنت، لها تاثير اذا اخذناها بالصوره الصحيحه. والله نحن بنصل للعلاج الصحيح دايركتلي افكت بيشنت كير اند اوت كومز. فعلا بتدي بوزيتيف ايميج فور ذا بيشنت، صورته بتتحسن، انفلونس لابراتوري افشنسي بتاع المعمل ذاته بيكون له تاثير. عشان كده جود سامبل مانجمنت هاف افكت على الدايجنوزيس، على التريتمنت، على البيشنت كير، على برضه على اللابراتوري افشنسي، على اداء المعمل. طيب نحن عندنا كومبوننت اوف سامبل لابراتوري هاند بوك بوليس براكتيس كولكشنز، برضه بيكون فوق بريستوريتيان والليبلينج والاساسنج بروسيس تراكنج و ريتنشن ستورج اند ديسبوزال والترانسبورت اوف الناس اللي بيودوها الالماني عندنا في السودان هنا. وبعض العينات should be taken to different laboratories to do further investigation information needs. يعني في معلومات يعني في السامبلينج، مع السامبلينج لازم احنا اوير بقى في البوليسيز في البراكتس بتاعتنا، هاو تو بي كولكت سامبل يعني الهاند بوك، هاو تو بي انك تو كيف تحفظ السامبلينج، كيف تعمل ليبلينج، كيف تعمل. ممكن معظم الناس سناية تمام، وكيف يكون في برضو يعني اجراءات وقائيه بركوجن تو بي في حالات الوباء في حاله هناك. بالمناسبه نترحم على زميلنا اللي كان توفى قبل سنتين في ليبيريا مع الحمى النسفيه والصياح، وكانت برضه تكون ده من الحوادث اللي بتحصل. The laboratory handbook contains information need by this of collect sample available to all sample collect area must be understood by laboratory staff and reference in quality manuals. Any laboratory book, handbook, contain أي معمل لازم يكون عنده النيم ظاهر، معمل الصفا ولا الجناي، addresses of the laboratories اسم عنوان بتاعه، location في القصيم شارع كده تقاطع كده لازم يكون فيه أي معمل. دي من الحاجات المهمة جدا يا شباب، سواء كان في ال request form، سواء كان في ال result بتاعتك، contact names، telephone numbers. تلفون ثابت تكون، مش شرط تكون موبايل، تلفون ثابت الو كده. برضه الاورز اوف اوبريشن، المعمل يشتغل 24 ساعه كم دوامك عشان انا ما ازعج ساي الدوام من كده لكده 24 hours. برضه عندي لسه اوف ذا تيست ذات كان بي اوردرت زي الميو التست، التستات بتاعتك تكون جاهزة. في ناس بيخطوها في الريكوست فورم تكون جاهزة التستات بتاعتهم اللي فرفكشن انزايم والسي بي سي و و و و والكلشر وهكذا. سامبل كولكشن بروسيدرز يعني أخذ العينة لازم تكون مكتوبة. السامبل ترانسبورت بروسيدرز كيف نحن نقول العينة في درجة حرارة كم نوديها كيف نحفظها كيف وهكذا. Expected turn round time، turn round time إنك العينة مثلا لفحص قبل الجلوكوز تاخد كده مثلا بعد نص ساعة، لفرفكشن تيست بعد ساعة ساعة ونص، سي بي سي بعد ساعة، كلشر 24 hour أو بعد 72 ساعة وهكذا تحديدا.
How urgent request and handed request form بتاعنا. Sometimes يعني نحن request form بنقول ال verbs أو ال oral عنده criteria. أنا زول الطبيب يقول لك والله يا أخي أعمل لي الفحص الفلاني من غير اكتب لك، لأنه كان البيشن في حالة مثلا حصل حادث ما عارفين الأسامي ضاعوا ودي بتحصل، لكن عندها كراكتيريا وعندها ذا لابراتوري ريسبونسبيلتيز بروفايل سام كولكشن انفورميشن وات وين وهاو. طيب يعني انا لما اجي اخذ سامبل مثلا من المريض اتين وين ده اشيله من البريفيرس من اللوبس من وين والكيفيه بتاعت انه اخده كيف، دي مسؤوليتنا نحن بروفايد ابروبريت كونتينر اند سبلايز، نحن دي مسؤوليتنا برضه نحن نعمل المعمل ونحددها هديه شنو المريض ده فاكيو كونتينر هيبرين فلورايد ايديتا شنو استرايد كونتينر فكاشر ورستول define a good labeling system طوال سجل اساس all sample بال examination يعني should write what happened. ده ممكن ال request forms لازم يكون فوق patient and notification test request time and date of sample collection. يا جماعة الناس الفلبينيين والبتاع ديل أذكياء جدا جدا، دايما اكتب لك تايم اوف ديت سامبل كولكشن حتى في العنبر بيورطك بالمناسبة. انت طوال الريسبشن اوف تايمز وصلت لك العينة كده تيجي تكتب وصلتني مثلا الساعة مثلا 11 وكم و52 دقيقة، اكتب وصلتني الساعة 11 52 دقيقة بي ام بوست مورنينج مثلا لازم تسجلها عشان ما يحاسبوك بالتايم راوند اوف تايم يقول لك انت ما قلت والله الا الفحص ده بعدي ب يعني ب 30 دقيقه ونحرس هناك العينه ساعتين ما جات، انت بتقول والله انا وصلتني العينه يوم كده. سورس اوف سامبل وين ابروبيت كلينيكال داتا وين انديكيتد اوسو تكتب ال سامبلينج وهل هو يورين كده مثلا الكلينيكال داتا المريض عنده شنو ماخذ دواء تريتمنت بيشعر بشنو هو عنده كرونيك رينال فيليا عنده شنو هكذا كل المعلومات تكون كونتاكت انفورميشن اوف ريكويستنج اوف فيزيشن اور اثورايد انديفيديوال يعني الفيزيشن هو يكون كاتب المعلومات كامله الوزن طول حاجات دي كلها تكون معلومه بالنسبه لي انا ذاتي عشان اعرفها لانه ممكن تجيني المعلومات هو يكون اوبيز وانا جاتني الريكوست فورم دي عارف حاجات كتير جدا جدا انت حتى لو دار تديه هناك ممكن دار تديه مره سام تايم يكون هو البيشن دراج جوا لكن في بعض الناس بيرسلوا بيكون عندهم حد من الناس المعمل هو اللي بيعمل تو بي كولكت السامبلنج بالذات فيتاكد في بعض الانفورميشن يكون عنده كود نمبر وهكذا. ده الريكوست فورم ممكن تقريبا عندكم برضه فيلد اوف داتا كولكشن examination, date of collections, clinical diagnosis, also type collection requirement, patient preparation, patient identification, كلنا عارفين ال patient preparation كيف تحضره إذا كان هو fasting إذا كان دار شنو بعد ذاك التعريف بتاعه اسم رباعي أفضل type of sample required, blood urine others type of container needed عارفين labeling special handling safety precautions هذه انت تقول لابس الجلوفز لابس يعني ما بنهتم بالسيفتي اوف البيشن بس السيفتي فور ذاته الناس التكنيكال وركرز او اللابراتوري وركرز برضه السيفتي بتاعتهم مهمه جدا جدا. طيب بروفايد سامبل كولكشن انفورميشن شود بي اوير طبعا احنا عارفين مثلا الطفل النيتال بتاخد من الكعب وعندك مثلث عشان احنا عارفين عنده فيتامين كي ما مكون بيحصل لك دايما بليدنج تعمل
حسابك فينجر بلوت، من اين تاخذ؟ كلنا معظمنا كنا بناخذ من الاصبع الكبير، يعني تكون بروسيدرز مكتوبه واضحه. الليبلنج كنتم تعرفوا انتم شغالين بالباركود معظم اللابراتوري عندكم، لكن لسه في مانوال شغالين بنا. احنا each of sample should be labeled with patient name، patient برضه identification وكده، حتى لو كان في numbers نعمل عليه. تيست اوردر توصي محتاج لشنو؟ تايم اند ديت اوف كولكشن، كولكتر انشيلي برضه شنابتين. سم تايم قلنا الناس اللي عندهم كمبيوتر يوز كمبيوتر جنريتد بار كودينج اف بوسيبل، فيري ايزي، بيكون سهل جدا. الناس اللي بتدخل الداتا وبعد ذاك بيجوا البار كودينج بتكون له ايزي جدا، سهل جدا. طيب سامبلينج ليبلينج ايريور اكزامبل بتحصل لنا، اخذنا المثال الكبير برضو. رونج بلاد جروب جيفن، ده اللي حصل له مثلا في الترانسفير رياكشن. كروس ماشين سامبل مس ليبلينج، بس سامبل نوت ليبلينج ات ذا بيست سايت. نيرس نوت فاميليار ويز ويز تاسك، دايما العينات ممكن ياخدها النيرسينج، ونيرس فروم ديفرنت وورد برضو مثل ريجولار ستاف فور اوف سيك دي بتحصل. فيربر انستراكشن جيفن، المعلومات كانت مثلا هي فيربال ساي، ما في حاجه مكتوبه. لابراتوري هاند بوك نوت ايزي تو بي لوكيتد، برضه بتحصل من المشاكل. تو بيشن كولكت سام تايم يبين، برضه عندك سامبل تيكن تو ذا نيرسينج ستيشن، برضه شيفت تشانك بيشن ادميتد تحصل ودو من قسم لقسم ثاني. ديليتد ادميتد ديبارتمنت، دي كلها من المشاكل اللي بتحتاجك في السامبلنج ليبل ايرور اكزامبل. يعني دي سامبل الليبلنج الايرورز اللي بتحصل فوقها. يعني انت هو لسه في هنا ما دخلوا، قالوا مودينه والله بتحصل، مودينه مثلا المخ والاعصاب، مثلا جراحه المخ والاعصاب، قام ودوا لك عن برا، فجاه اكتشف والله شغلانيه دي الدوخه دي، لا دي شغلانيه بتاعت ما قاردر ولا كده، بتودي لك مثلا ناس القلب. بتحصل كتير جدا في الـ في الـ في الـ في الـ في الليبلينج. outcome of improper collection تحصل delayed in reporting test result and necessary rounds retest، يعني طبعا في الريبورت بتحصل decrease customer satisfactions. يعني دايما الاوتكم of improper collection بتحصل، طبعا لو في delete في reporting of the test results بتحصل unnecessary، بتحصل لنا دي redraws of the test، او يقول والله تاني داني عينة تانية. برضو يعني عدم رضا الزبون منك بيحصل، الطبيب ذاته بيسحق يكون غير راضي. ان هذا بي increase cost، yes تكلفة التست بتزيد. Incorrect diagnosis، yes. Treatment، yes. Injury، death ممكن يحصل، ممكن يسبب في وفاة، ممكن ده كله دليل ال outcome of improper collection of sample. Pre-examination steps، refine، لازم تحقق competence of the test request. طيب appropriate names of the samples. information or label، انا جاتني العينه اتاكد طوالي تحقق والله صح مكتوب اسم، بالذات في الناس اللي ما عندهم باركودينج اشوف الشغلانيه، وهو فعلا راقد في الباطنيه او راقد في مركز الجناح السكري، محتاج ل هيموجلوبين 1 سي، محتاج ده كده، محتاج ده كده، اخذوها مثلا في كده، اخذوها كده، كل الانفورميشن. ريكورد ريجستر لوك انفور سامبل ريجكشن كاركتيريا، ايوه السامبل ريجكشن هيمولوسي سامبل، سامبل انسفيشن اماونت، الكميه بتاعته دي ما مناسبه، انت لازم تكون سامبل ليبلنج روك. برضه انا برجعها
سامبلينج مثلا مس ايدنتيفيكيشن اوف ذا بيشنت بريح طوالي انت القوه بتاعتك انك انت سامو تعمل له ريجكت طوالي اصلا يعني لقيت كل الاخطاء مثلا هيموليسيس مثلا ما قوت هو للسي بي سي ما قوت في هيبرين ما قوت في كده يعني لا يترجع دي الكاركتيريا المفترض تكون هي مكتوبه اكوردنج ده الستاندرد بتاعتك انت كاتبه ليبل سامبلز كومبليت ريكويست مثلا سبلس يورين سامبل كوزس اوف ريجكشن هنا في عينه بتاعت يورين والعينه بتاعت اليورين لو لاحظتها مفتوحه لوز كبت طوالي برجع خلاص ما معاه السامبل دي بتاعت بيشن واحد ماخوذه كده ممكن طبعا السعوديين وبعض الدول بياخدوها بعد ده بيقفلوها في ظرف بتاع بلاستيك كده لكن بعدها جات هنا لقيت اليورين مدفق برضه عمل لها ريجكشن زي دي اكشن اوف ريجكت سامبل انفورم اوثرايز بيرسون طبعا لازم يكون في حد مزول الحاجات دي ريكوست انذر سامبلز اوكي ريكورد ريجكت سامبل تعمل ريجكت طوال توضح ريتين ريجكت سامبل بيزد اون ذا بريزنت كاركتيريا واي يو ريجكت ذا سامبل لازم توضح اكسترا اوردينري برضو سير كاستمر ذات مي بي ريكوايرد تو تيستينج سب اوبتيمال سامبل يعني برضو يعني تكون دون المستوى يعني هي بي 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 يعني بتكون يعني حاجة غير موافقة دي من الأشياء اللي هو دايما اكشن فور ريجكشن سامبل سامبل ريجستر اور لوك نشوف عندنا طبعا نحن في السودان لسه شغالين مانوالز ريجستر شود بي انكلود ديت اند تايم اوف كولكشن طوال التقط السامبل نحن بنسميه سجل المرضى سجل عينات المرضى ديت اند تايم اوف ريسبت تكتب الزمن اللي استلمت فوق العينه الزمن اللي شلت فوق العينه sample type urine plot name of the patient برضو dimorphic of as required حتى اتجاه وين حتى مرات حتى كل المعلومات laboratory assigned identification test to be performed برضو داير يعمل جاتو test sample tracking manuals احنا كلنا يعني بنشتغل manual يعني يعني بنتبع العينات دي as manuals شايف دراسة العينات بيعمل تشيك مع الريكوست فورم confirm received sample include date and time label sample appropriately keep with the test request until laboratory identification assigned يعني انا اتأكدت الاسم ثلاثي sample مكتوب لي كده بعد ما شفت حتى داخل اللابراتوري لو كان عندي الاستقبال اخذوها بعد ذاك انا اجي اشوف تيك لوك اوت تريسبل تو بي اوريجينال سامبل سام تايمز اذا كانت العينه كبيره ممكن انا اقسمها وارسلها لحته ثانيه لو ده كان عندي انتر لابراتوري بعد ذاك اوكي العينه بتكون هنا لو في اي حاجه بعمل لها ريجكشن بعمل لها سامبل تريكنج كمبيوترايز بيشتغلوا كمبيوتر داتابيس انتر انكلود ايدنتيفيكيشن نيم طبعا بتدخل النمبرز بتاعتك بيشن انفورميشنز نيم اوف ذا بيشن انفورميشن كلها بتدخلها الايدج الاريا الجاي منها كولكت اوف ذات تايم تايب اوف سامبل تيست تو بي بيرفورمد ناو وات شود بي تيست هذا نعمل له ليفرفكشن سي بي سي واذر نيم اوف ذا هيلث كير بروفايدرز اوكي Location of the patient في الأوبس clinical outpatient لازم نتأكد منها diagnostic test of the result بعدك نكتب time of the death result are reported also sample handling all sample as in the function اوس هي ريجست مقدار ما اعرف قصد شنو
also got here register all information result in book request form. Okay. مو محمد. ما واضح لي مقدار السؤال. هل الريكوست فور البيشن ايدنتيفيكيشن كان ما كاتب مثلا بصورة واضحة؟ منستر اوف ذا هيلث. يس 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 في بعض الريكوست فورم يكون من وزارة الصحة اللي هي اصلا مفترض يكون معتمد. الريكوست فورم هو الريكورد يكون معتمد، والريكوست فورم اذا كان لازم يكون فولينج، يعني الريكوست فورم فوق النيم والبيشن والعمر والكلام حتى الوزن والطول. في ناس بياخدوا المعلومات دي والجهة جاي من او البيشن او هو جاي مثلا من وين او كده من الورد، هل هو امبيشن زي ما قلنا احنا كده. لكن يعني في ناس ما بيلتزموا به، بعض الاطباء ما بيلتزموا به. لكن انت لما تعمل لي ريجكت تقول له والله يا اخي دي اسس الجوده، وبعد ذاك بيتعلم انه يكتب، لانهم في ناس ما عندهم صبر. في ناس بيجور ورقه ساي مكتب لك ريفراكشن تيست سي بي سي كده، لا ولا حتى النيم ذاته ما تعرفه ذاته، والله يكتب لك اف اف شنو كده ما تعرفه، ما يعني ما يو كان نوت اندرستاند ذات وات شيد بي دو. عشان كده في وزاره الصحه في ولايه الخرطوم اكزاكتلي بتوزع الدفتر الريكوست فورم بتاعتها جاهزه. سامبل هاندلنج، هاندلنج اوف ذا سامبل از انفكشن. طبعا في شغل كده بتاع دكتور حولي احنا عم نتكلم عن انفيرسير بركوجنز. في بعض السامبل اللي بتمشي لحتات بعيده، لكن دي حنتكلم فيها نهايه المحاضره، حنخليها لدكتور حولي. سامبل ستورج ريتيرن بوليسي ديسكرايب سامبل تو بي ستورد. في سامبل يا اخواننا اذا كانت الريسيرش، بالذات انا بشتغل في سنتر لابراتوري اوف ريسيرش، في ناس بيحتاجوا لليكويد هيدروجين تو بي ستورج دي سامبل ديترماين ذا ريتنشن اوف ذا تايمز، ديترماين ذا لوكيشن عشان تحدد اللوكيشن والزمن، وديسكرايب بروبر كونديشنز شود بي تشيك هل درجة الحرارة دي مناسبة ماينس 80، بالذات اللي أنا بتكلم بالذات عن الحتة اللي فوق البحوث، غير عندك الناس اللي بيشتغلوا عادي ماينس 20 بالنسبة للديب فريزرز بيجمعوا العينات ليومين ثلاثة يشتغلوا فيرتيليتي هرمون زي عندنا في السودان، لكن هسه ممكن في بعض الناس بيشتغلوها immediately. establish method of organizing samples. Sample retentions. Set policy of retention. How they monitor store sample including freezer, freezing, so cycling. يعني ما sometimes we need to be check. A deep freezer. أول حتى التلاجة العادية حول ثلاثة تحت الأسطر نحن بنحفظ فيها السامبلينج لازم نعمل لها تشيك. Mention an organization accessible system. Establish schedules, review of store sample, establish tracking procedure. Okay. السامبل دائما بتكون مخطوطة في الراك. الراك حاليا نحن بنقفله بالفيولز سيلفر فيولز، وبنكتب عليه تاريخ السامبل اللي خدناه بالذات الشغل بتاع الريسيرش. انتوا اللي قدام حتشوفوا الشغلانية دي، وتكون متأكد ان ديت بتاعك، وانت يعني تكون خطيت في حتتك دي وتخطها التراكنج. يعني يا اخواننا تتبع يعني مثلا تثبت لي انا والله ده الرف ده او الحته دي حقت فلان خدت فيها، وحقت ناس كده ناس كيما وحقت كده، بالذات الناس المعامل بتاعت الريسيرش او العينات الريسيرش يكون هو عارفها عشان ما تتخبط العينات. سمتايم في ناس بيجوا يقولوا عينات دي ما متعجل لها يدعوها وكده، ده غير اننا بنعمل تشيك للسامبل ذاته. تمام. سامبل ريفيرير
record sample referred date of fair name of the person referring test. لازم نتأكد من هو العمل شكل التست. monitor track and record turnaround times. yes نحن لازم نعرف انه والله سامول لي لما داخل المعمل لحد ما تجي النتيجه في كم. test delivery from referral laboratory or requesters. sometimes يعني الناس بيكون عنده علاقه مع معامل اخرى بيرسلوها لها برضه تكون معروفه. requester problem with referrer تحصل بعض البروبلم تحصل بعض البروبلم طيب سامبل ديسبوزابل او ديسبوزال سامبل او الويست نحن في اللابراتوري سيت بوليسي اوف ذا سامبل ديسبوزال كومبلاين ويز لوكال كانتري ريجوليشنز ديسانفكشن بروسيديرز تكون واضحه طريقه التعقيم طريقه التخلص من السامبل. عندنا في السودان ممكن في شركه سعوديه سودانيه شركه تسمى التدوير للنفايات الطبيه بتديك انك تشيل النفايات الطبيه في النفايات الصلبه في النفايات السائله اللي فيها البلط اللي فيها السوائل دي كيف انك تتخلص منها. بتجي العربيه بتجي في وقت معين بتشيلها حسب بتاعتك. سامبل ترانسبورت مينتين انتجريت اوف ذا سامبل التمبريتشر برضو بريسبيريتي البريزنس اوف سامبل حتى لو قاعدين لها حاجه مثلا تحفظها وكده. سبيشال ترانسبورت كونتينرز كل سامبل عندها كونتينر معين تحفظها فيه. تايم ليميتيشنز يس شور سيفتي ريجوليشن ار ميت. احنا لازم نتاكد من كل الاجراءات السلامه بصورتها الواضحه. السامبل دي يا اخوان كلنا عارفين انها sometimes بتكون اتش ار بي بوزيتيف sometimes هيباتيتس بوزيتيف sometimes and so on. transport regulation we where do they other come from who the follow them. في بعض الناس بيحاولوا نقول الترانسبورت عندها regulation national transport regulations. طيب ناس الاي كيو والايات ترانسبورت ريجوليشن دي ناس الطيران طبعا الايات دي عندهم انك انت بتوضح واحد اثنين ثلاثة اربعة عندك شنو يعني المرات ناشونال ريجوليشن سم تايمز دار وديها بالقطر دار وديها بالباص دار وديها بالطيران. ناس النقل الجوي اللي هو الاتحاد الدولي للطيران عندهم يعني لازم يعرفوا السامبل دي الشايله دي يعني طبعا بالنسبه لنا السامبل ما فيها مشكله بتكون عندك زي 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 ما بيسموه شنو كليرانس بتكتب فوقه من العينات وكده بتوضح. الثاني عندك ممكن بواسطة السي بواسطة البحر ترافيك ايجنسي بواسطة الوكالات بواسطة sometimes بواسطة الطرد البريد بواسطة سيرفيس اور برايفت او في بعض الشركات بتاعت البرايفت بتاعت البوستة الطرد البريد والاذر كلها كاريز سامبل يعني. لكن تقريبا احنا هنا في السودان في ناس بيرسلوا من الاقاليم بتجي العينات بواسطه البص وبتكون انت اخذت لها الايس باكس في كونتينر ترسلها بيه تكون عندها معروفه. الناس اللي بيرسلوا بالطيران برضه نوع الطيران سم تايمز بيكون فيها مشاكل في ال مثلا ماشي المانيا ورسلتها هنا بتقعد كم ساعه في دبي عشان تمشي المانيا اللي بتحصل في العينات في في في, 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 في ده بالنسبة للترانسبورت أو سامبل مندتري كومبلين فيوليشنز طبعا لازم أنا يعني في مخالفات في الرسم تايم الترانسبورت ده ما مفكوك ساعة يعني تكون عندك تعاقد تكون افترضت وفي مخالفات لازم تعرفها. delay of accident spells that reduce biohazards لازم نحن نكون طبعا ما يحصل لها losing في ال يعني ما يحصل حذرت ما يحصل مشاكل دائما تبقى avoid safety calories at laboratory staff
باسنجرز كاريرز. نحن في السيفتي يعني سيفتي اوف ذا لابراتوري، سيفتي اوف ذا ستاف، فور سيفتي حتى الناس مع الناس المسافرين، سيفتي مع الناس اللي بيشيلوا الكاريرز اللي بيشيلوا لنا السامبلنج دي. لازم نحن نكفي ده كفان محكم، ما يحصل لها لوزنج، ما يحصل لها يعني دي حاجات اجباريه يعني ما يحصل لها. طيب كلاسيفيكيشن اوف ذا انفكشنز، نحن سبستنس انفكشن سبستنس ذات نيو كلاسيفيكيشن في 2005، وكان ثاني في نيو كلاسيفيكيشن بيزد ان ذا تو ترانسبورت كاتيجوريز. كاتيجوريز اي دول بيكون هاي انفكشن. ثم عندنا يعني بيجي بتحصل اوت بريك لعينات، بنحاول نتعرف على الصب سيريس اوف ذيس، مثلا فيروس، مثلا هنا الفيروس ده نوع جديد او كده، مثلا عامل لنا مثلا حمى نصفيه. دي ده دا دايما بتكون ده انفكشن اصلا بس كيبل كوزنج بالمنديز بلتي لايف سيريبيتيك اور فيتال ديسيز في هيومن او بوست هيومن ان انيمال. في الزونوتيك ديسيز اللي بتسبب لنا مشاكل التقليه من الحيوانات، زي زمان كانت في جنون البقر، في حاجات كده بتحصل، امراض الحمى القلاعيه بتحصل كده. العينات دي نحن بنشيلها، دي لها الباكنج بتاع لها دايما، او الباكتشنج بتاعها موست بي تريبل باكنج ويز فول دانجرس جود دوكيومنتيشن تريننج اوف ترانسبورت ستاف. ده بندرب عليها الستاف كيف العينه دي انها تمشي. افتكر انا هكلم دكتور حوري يتكلم لكم عن كاتيجوري اي وبي وسي، وانه كان كلام كثير جدا في الموضوع ده. ودي لو لاحظت برضه في بي دي اللي هي كلاسيفيكيشن انفكشنز سبيستن ذات كاتيجوري بي، انفكشن سبيستن نوت انكلودد ان كاتيجوري. يعني دول دعينا نشوف له مثلا بعض الهرمونات اللي ما بنعملها هنا في سامبل زي دي ما بتكون ذاتها، لكن برضه this is strings that triple packing not dangerous in good documentation required. يعني ما بتحتاج للاحتياطات الكبيرة زي المرة زي العينات الأولى. طيب exception that substance that do not contain infection substance that containing organisms that are not pathogenic. يعني sometimes من حدا عندنا شوف هرمون ممكن ما تكون عنده substance that containing neutralizer of inactive pathogens برضو ده example. لا برضو environmental sample that pose of not risk infection من direct infection blood or food component collected from transfusion مثلا ما في حاجة. لا tissues of organ cleared of transplantation ده انا شيل لنا كيدني او كده dried blood spots. الناس اللي بيعملوا spots في ال فلتر بيبرز فيسيال اوكلت بلاد سكرين تيست دوكيومنتيشن ميديكال اوف كلينيكال ووست. دي كلها نحن بنعتبرها من كاتيجوري بي، ما بتحتاج زي المره الاولى ديك ريجن اوف ترانسبورت انفكشن. طيب ده تريبل باكينج ده الكاتيجوري بي، ده طبعا لوك بروف برايمري لوك بروف سكندري، بيكون عندها قطع خارجي وقطع تاني لو حصلت حاجة، ويكون عندها البريشر بتاعها 95 كيلو داك، والريجت اوتر يكون صلد مينيمم يكون زي 100 مليمتر ابزوربت ماتيريالز برضو، و 9 متر دروب تيست و 9 كيلو طبعا للوصف بتاعها. كلم الدكتور حوري يوضح لغة اكتر فيها. لو ده هنا في البي لوك برو برايمري ما بكون زي داك ريجيد اوترز مينيمم ابزوربت ماتيريال 1 متر دروب اوف ذا تيست في ليبلنج اكزامبل اوف ذا هيومن انيمال سبيسمين لوك برو بروف ذا ادكويت اوتر مينيمم ابزوربنت ماتيريال. بنتكلم برضه كاتيجوري ايه، بنتكلم دكتور حودي يشرح لكم اكتر لانها محتبر من السيفتي بالنسبه في اللابوراتوري سيفتي. اوسو لو لاحظت انك كيف تحفظ العين، لو لاحظت انفكشن سبستانس، لو قدرت تشوف الليبل اللي عاملينه انفكشن سبستانس ليبل بروبر شيبينج نيم ان يو ان نمبرز في المكتوبة برضه الاوتر شفت الصندوق بتاعتها، ولا
للتغيير برضو كروس اكشن الكابس بتاعته، جيف الاول جيف الثاني كابس بفوق، ما كل احتياطي انك ما يحصل كروس سكشنز او باكينج، لو جينا عملناها زي نحن نسميه مقطعي فكشن سبستان، لو تحصل هي الجوه دي والبسمنت لوبلنج دي، هو تاني في كونتينرز ليها وتاني في قشة أزرس، وهكذا تاني لو حصل أي حاجة عشان يحصل لك الضرورة للباك ماتيريالز وهكذا. Managing some transport meet all applicable regulation. Train personnel in transport procedure and the ribbon ensure sample protected temperature. لازم نشوفها في سام بتتأثر بالتمبريشة وترانسبورت تايمز، برضو الباكينج ذات اوف الحاجات المخطوطة لنا يحصل لها بريسبيتشفال هو اللي بتحفظها لها، ده يعني ده المانجينج سامبل ترانسبورت ميت اور ابليكابل ريجوليشن. الستاف لازم يتدرب بروسيديرز، برضو نتأكد من درجة الحرارة، نتأكد من تمبريتشا، ونتأكد من إنك الزمن اللي بتصير فوقه ترانسبورت تايمز، والمواد طريقة حفظها. ده سمري للسامبل، ونكون وصلنا لنهاية محاضرتنا. محمد أحمد سعد اتش بي، ما أعرف أقصد باشنو، قصبتك زي قريب من هيموغلوبين يا محمد. Provide laboratory handbook with collection information to all users. Have system tracking sample. They move through the laboratory, establish and implement policy for sample storage of sample disposal. نحنا كيف إنك تعمل الطريقة بتاعت البوليسي بتاعت تطبيق كيف تحفظ السامبل، كيف تتخلص من السامبل، كيف تو بي كولكت السامبل، مشان سامبل انتجريتي برضه انشور ذات ترانسبورت ريجوليشن ريكويرمنت ار ميت. نحنا بنتأكد منك كيف نقل السامبل. This message, laboratory have a good sample in order to ensure accuracy laboratory of the test, confidence in results. Sample management directly affect patient care and outcome. Yes. نمشي السينيور بعد ذاك نرجع للشباب نشوف الداير. طيب your laboratory has performed PCR for influenza. ناس المايكرو الليلة شغلانية كلها مايكرو. اوكي انا كتابتك دي المسجد بتاعتك تصل علينا وتتم استدعاء المريض الى السماع كويس كده. نشوف الكلام ابن يا محتز ارفع دي اللي فوق كده بس اقرا دي. ايوه جاء عندنا وللأسف كنا عند زحمة دخل عليه وزول كان مكان طلع علينا النتيجة سلبية، أخذنا نتيجة مشاكل مختبر الأول المدير الطبي التبعي واتصل علينا ثم استعانوا جلسنا معه وحوار هذا سجلنا الحوار وقبلها عملنا له الفصيلة طلعت مختلفة من المريض الأول اعترف. أيوة فيري جود. أفتكر محمد أحمد فيري جود برضو كويس يا محمد أحمد. انا افتكر كلامك كويس جدا انك انت ده ما في الروت اناليسيز انك انت حل يعني ناديت وقع خطا ناديت المريض عالجت الخطا. يا اخوانا دايما نوت بلام اور يعني يقول جاتني نتيجه من معمل خطا، انت ما بتعرف ذات الخطا وقع ليش هناك يعني ما عارفه، لكن ما تقول له المعمل ذاك ما بعرفه يشتغله ولا لا، بس شيل النتيجه من المريض بالراحه وممكن شيل بريبيت السامبل. اوكي قال لي السيناريو الاول مو واضح هرجع لك له. طيب يور لابراتوري هاز برفورم، قلنا عندك بي سي ار اشتغلت انفلونزا فيروس اوف ذا بيشن سامبل فور كلينيكال ايه مشى يعني مختبر او عياده اشتغل بالبي سي ار الانفلونزا فيروس وطلعت ليه هو موست اوف ذيس ريزلت ار نيجاتيف. The medical staff from clinical aid tell you that their patient present in all clinical sign influenza.
جاما كلينيكال ايه؟ طيب البيشنت بريزنت او كلينيكال ساين اوف انفلونزا، وات يو ار جوينج تو تشيك وان وات يو دو. ده افتكر حلها ولدنا بصوره غير مباشره محمد سعد. ده مشى عياده، مشى المعمل، عمل انفلونزا فيروس، خليها نحن خليها حمى نسفيه، كل النتائج دي طلعت نيجاتيف. The medical staff of clinical aid tell your their patient present in all clinical sign of influenza. طيب قالوا لي عندك ده زين عندنا، مشى زي زول. في ناس كده بتحبش المعامل، يكون مشى له 3 معامل قالوا له والله عندك كده، مشى معمل واحد قال لي ما عندك. طيب الاجراءات، what are you doing to check and what you will be doing. طيب انا يعني معلش السيناريو شويه كده عشان مايكرو، لكن في حاجات دايما عندنا كول ستاندر مظبوط مش كده يا كابتن؟ انا وانت لما تعمل تشيك للسامبلنج بتاعتك، ما معناته هنا ما معناته انك انت خسرتها. وانت يور بي تشيك عندك اذرز تيست، عندك الويستن بلوت مثلا، عندك الويستن بلوت نحن نعتبر ستاندر مازوت، الكولد ستاندر مازوت. طيب ارجع لنا السيناريو الاول يا دكتور محتز. الو دكتور محتز، ارجع لنا السيناريو الاول. اوكي طيب، السيناريو الاول ده مع رجل عمره 83 سنه، هو ادميتد هوسبيتال، عنده فيفر، الوات لوس، نقص في الوزن، عنده جحه. الانفستيجيشن بوسيبل، عملنا له سبيوتم فور كلتشر، وريبورت بوزيتيف for tuberculosis but on later review and it was found to be false positive. Further investigation found 14 additional patient with false positive culture reward. الفالس بوزيتيف هو اصلا نيجاتيف. طيب انا هنا يعني الحكايه واضحه، البيشن ده اصلا هو شخصوه انه بوزيتيف فور سبيوتم، بالذات ناس المايكرو حجاوي، عملوا له كشر طلع بوزيتيف. اوكي ستيبركلوز، انا يعني هم دايما ليت هم كرونيك ديسيز، جايز يكون بيدوه هناي بعدين لما انشال منه العينه يعني طلع بوزيتيف فور تيبركلوزيس. هم اكتشفوا انه والله يا اخي النتيجه اللي ادوها دي انها كانت فوس بوزيتيف ما ترو بوزيتيف. مش ده، في تاني 14 مريض برضو طلعوا فوس بوزيتيف. الفوز بوزيتيف ما هو ترو نيجاتيف. طيب ترو نيجاتيف، انت في لحظه زي دي هتعمل شنو؟ البيشن ده ما بيكون اندر تريتمنت اوف انتي تيوبركلوزيس. الانتي تيوبركلوزيس انا هديك حاجه، هديك الكومبليكيشن بتحصل. الانتي تيوبركلوزيس تريتمنت افكت الليفر فانكشن، افكت الرينال فانكشن بالمناسبه. معناته اصلا يعني البيشن ده هيمشي متدهور. انت يس ايوه شكرا، ده بتاع ماي شكرا بتاع مايكرو دخل محتاج مجدد وصل بعد ده بشوف الستبس. المشكله في كونتامينيشن،
في اللعيبة، وريني قراءتك الصحيحة، قراءتك الكوري، corrective action. اها corrective action what should we do؟ انت كونك اول شيء تحصل البيشن ده موضوع اجراءات تصحيحيه كوركتيف اكشن. ثانيا تشوف لنا شنو الميديا دي ما لها حاصل فيها شنو كونتامينيتد، ناس المايكرو، وين ناس المايكرو؟ وين ناس المايكرو يا دكتور محتسب؟ خلينا ناس المايكرو يسخروا. ايوه ناس المايكرو، هذا ناس المايكرو. اها كونتامينيتد سورسز، اوكي من شنو؟ ايوه نعرف، ايوه يا محمد، محمد احمد، ايوه اها ار سي. اها تاني غير واحد قال ممكن برضه في التعقيم، اوكي تقليف تقول لا منها. يلا بعد اعمل تشيك اوسو يعني، ها وبي تشيك بعد ده انا بعمل تشيك. اوكي تمام. كويس كويس. هرة انا داري انه الحكايه ما تمر صعب يعني، انت ما هو يعني جاي يكتشف الشخص ده بعدين، والله فعلا يعني مرات والله ما نحن بنكون شغالين بنكتشف الخطأ، مرات نحن بنكون شغالين كده بنكتشف في خطأ في شغلنا ده، المشي ده يعني بالذات في الكيمياء بيحصل كتير جدا. ديكلارايز استابوليتي اوف اسيد فاست، اوكي الميديا ممكن منتهية، اوكي تو بي تشيك الاكسبيرد بتاع الميديا، تو بي تشيك الاوتوكليف، تشوف انه كونتامينيشن، تعمل تعقيم، اوكي دي كلها اجراءات وغيرها. طيب طيب الاجراء دي كلها اجراءات تصحيحيه، طيب الاجراءات الوقائيه هتعمل شنو؟ بعد ده انا الستبس حتى مثلا بيفور دو سبيوتم فور كلشر اور اذر كلشر تو بي تشيك اولادنا اللي عندهم الانديكيتر بتاع التعقيم، انه بوريك والله اللوتوغليف ده تعقيمه صح ولا ما صح. روت كوزز اناليسيز يس، نيو بوليسيز اند بروسيديرز very good. والله بعد ده انا حق ما ادرس كون انا، بس انا ارسل لكم من هنا بس. كويس جدا كويس جدا كويس جدا، تفاعل الحمد لله يعني تشينج ذا مازوت very good. برضه ممكن اغير الشركة very good very good very good. هاي يعني نحن دارين الكلام ده شنو ده يطلع برا. very good very good very good. very good very good. دري عبد الحفيظ ان شاء الله موفقين. حازم الاستاذ، لا 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 يا اخوانا يا ساره، ما تحاسب الاستاف على الاستاف ده، مرات بيكون هو وانت ما سينير، انت لما تحاسب الاستاف الجوده بيقول لك دونت بلام استاف، دايما انت يعني لو الخطا ده حق من واحد ما تلومه، توريه والله الخطا ده وين وين حاصل كده كده. يس فيري جود برضو take someone in accurate time very good. اي نعم هي responsibility بتاعته طبعا، هو accountability to be يعني انك تحاسبه، لكن يعني توضح له لكن ما توبخه. ايوه very good. نعم very good very good. دايما احنا بن يعني ابناءنا بنحاول يعني انك تعلم الشخص. اديك مثال،
بتاعت الحسن والحسين، لما شافوا الرجل الذي لا يحسن الوضوء ما قالوا انت يا والله يا عم انت بتعرف الوضوء، نادوا له قال لي يا عمنا تعال شوف عليك الله منو ياتي فينا بيحسن الوضوء. فلما شافهم بيتوضوا قال لهم والله عمكم الذي هو لا يحسن الوضوء. نفس الشغله انت زول زي ده طوال وراح اوضح له يقول لك ده انت، قال لي تعال شوف الاوتوكليف ده وشوف كده. طيب شكرا يا شباب. طبعا 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 انت تعرف، انا حديك مثال، عندنا زميلنا كان اشتغل عصير فاز باص الله وطلع ابو لطيف لام واحد زميلنا، هو شكله انه وداك اصلا لما تكون العين ابو لطيف بيكتب عليها الاسم ويعمل لها لبرنج بيحتفظ بيها. فده جاء شاكر وقال لي كيف تطلع والدتي ابو لطيف، قام خدت له سلايد وراه العينه وبعد ذاك اقتنع. وفي ناس انا لاحظتهم في الاردن وفي بعض الدول بيدوك حتى السلايد بيحفظها لك بصوره معينه للبيشن، بيدوك لها اذا كانت مثلا هو اللوكيميا اذا كانت هو كده بقول لك تشخصه كيف. طبعا 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 هو طبعا في بعض الدول المحاسبه بتكون مشكله. في امريكا ذاتها قال لك الدكاتره بتاعت الاوبس قفلوا العيادات بتاعتهم، في ناس ذاته بيتحاشوا، ساعات الامريكان بيتحاشوا يدرسوا طب لانه بتكون انت وعدت المريض واخلفته او خشيت في حاجه تانية بحاسبوك الاخطاء. طيب نشكر الجميع، ما نكون ما سهرنا بكم الليلة، ليلة الخميس ما عارف بكرة معجزين ولا معجزين، ونتمنى لكم التوفيق وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير شكرا لحسن الاستماع، والشكر موصول لدكتور محتز الأيام دي مسهرين بون احنا طوالي وهو يعني دايما تعبان معانا. الأخ محتز بارك الله فيك يا بروف، الواجب. الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك كتر خيرك من زوبك. الله يديك العافية الله يسلمك. في أمان الله، بذلك تكون محاضرتنا انتهت إن شاء الله، وإلى لقاء قريب مع البروفيسور عبد الله التو إن شاء الله. بارك الله فيك الله يسلمك. في أمان الله، شكرا لكم كثير.